النفايات المكدسة في الشوارع كانت السبب الأساس في نشوء الحراك المدني بأقسامه كافة. 9 أشهر ومجموعات طلعت ريحتكم وبدنا نحاسب ومن أجل الجمهورية وغيرها من التسميات لم تهدأ. اعتصموا واعتقلوا وقصفوا بالقنابل المسيلة للدموع وملأوا الساحات بحراكهم مطالبين المسؤولين بحل هذه الأزمة بأسرع وقت. اليوم بعدما وجدت الحكومة حلاً وفتح مطمر النعمة وشرع في استقبال نفايات الأشهر 9، ماذا يقول أهل الحراك؟ وهل يبقى لوجودهم سبب؟ يعني اليوم منعده انتصار لشيلة الزبالة من الطرقات بعد 8 شهور، لأنه المواطنين بغضبهم اللي ما تركوا مناسبة ونزلوا إلى الشارع عم بيطالبوا بشيلة الزبالة. اليوم تحقق أول مطلب اللي هو شيلة الزبالة من دون فساد وسرقات. المعركة مستمرة لضمان عدم السرقة وعدم تركيب الكومبينات بهذا الملف. بعد 2 شهر رح يصير في مناقصات لتلزيم 3 شركات جديدة. هيدي المناقصات لازم تكون علنية وشفافة. ما منقبل مجلس الماء والإعمار هو يقوم بهذه المناقصات. وبالمسألة الثانية ما نرفض أن تكون شركة سوكلين أم سوكومي أم حيالله شركة أخرى إلى حق تقدم على هذه المناقصات. المسألة الثانية والمهمة هي أنه البلديات إلى حق ما تكون ضمن الخطة اللي وضعتها الحكومة. إزالة النفايات من الشوارع انتصار لمطالب الحراك، ولكن ماذا بشأن إعادة فتح مطمر النعمة؟ فمن الأول نحن عم نقول مسألة المطامر مرتبطة بأهالي المناطق. يبدو اليوم أنه أهالي المناطق قبلوا بفتحة المطمر. في حال بالمستقبل أهالي المناطق، إذا أهالي المناطق بلشت تحركات اعتراضية ضد فتحة المطمر، أكيد نحن رح نكون مع الأهالي. هيدا كان موقفنا من البداية. هي استراحة المحارب إذن، فحرب الحراك المدني على الطبقة السياسية لم تضع أوزارها بعد، والساعات المقبلة قد تحمل معها جديداً. دارين دعبوس، قناة الجديد.